أهلا بكم. إلى أي مدى تمثل المنافذ الحدودية للعراق الرئة الاقتصادية التي تتنفس منها إيران؟ وكيف ستتعاطى حكومة الكاظمي مع أخطر ملفات الفساد التي تدر مليارات الدولارات سنويا؟ وهل ستستمر سيطرة الأحزاب وميليشياتها المدعومة من إيران على إيرادات المنافذ الحدودية؟ وهل أصبحت المنافذ الحدودية مرتعا للعصابات لتجني منها ملايين الدولارات؟ وهل فتحت أبواب العراق أمام المخدرات والأسلحة أيضاً لا سيما من إيران؟ ثم ماذا عن الميليشيات التي تسرح وتمرح كما تشاء دون رادع؟ هذه المحاور وغيرها نناقشها في هذه الحلقة من تحت الضوء. نتابع في البداية هذا التقرير. تتراكم ملفات الفساد في كل مفصل من مفاصل الدولة، ولا تكاد تجد موضع شبر إلا وقد تسلل إليه الفساد. لكن أبرز ما يطفو على سطح هذا المستنقع ملف المنافذ الحدودية الذي يعاني منه العراق منذ 2003 بسبب سيطرة الميليشيات والأحزاب المتنفذة وضعف الدولة التي تقف هي الأخرى داعمة للمفسدين. يمتلك العراق منافذ حدودية برية وبحرية على امتداد حدوده مع عدة دول، فضلاً عن منافذه الجوية المتمثلة بالمطارات. تلك المنافذ أصبحت بوابة للبضائع الفاسدة والمهربة والأسلحة وغيرها لتدخل إلى بلد يفتقر إلى أدنى وسائل التدقيق والرقابة، ثم يكتمل المشهد بجباية إيرادات البلد إلى جيوب الفاسدين. رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظم الذي زار بعض المنافذ في جولة استعراضية إعلامية باستعادة المنافذ اعترف في ذات الوقت بوجود هدر للمال يقدر بمليارات الدولارات بسبب عدم سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية جراء وجود جماعات خارجة عن القانون تحاول السيطرة على الأموال على حد وصفه. اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي قالت إن تصريحات الكاظم حول استعادة المنافذ الحدودية من الميليشيات الموالية لإيران وهمية ومخادعة ومجرد وهم إعلامي وتدليس حكومي، ولو كان صادقاً لأغلق المنافذ غير الرسمية وفرض سيطرته على الحدود. نواب في البرلمان الحالي قالوا إن معظم المنافذ الحدودية مشرعة أمام سطوة الأحزاب وتعمل دون أي رقابة حكومية، ويسودها الفساد المالي والإداري الذي تسبب بخسائر جسيمة للعراق عبر إدخال البضائع المستوردة بطرق غير قانونية ومن مناشئ رديئة للغاية وتهريب للعملة الصعبة خارج البلاد. وعلى حد وصف خلية الأزمة النيابية، فقد أصبحت المنافذ الحدودية مرتعاً للعصابات والتي تجني منها نحو 190 مليون دولار شهرياً، فضلاً عن دخول المخدرات بسيارات تستخدم هويات الدولة بحسب النائب السابق حاكم الزاملي. الهدر المالي في هذا القطاع يصل سنوياً إلى نحو 8 مليارات دولار، ناهيك عن وجود منافذ غير رسمية بحسب موقع المونيتور الأمريكي على طول الحدود الشرقية للعراق تسيطر عليها ميليشيات ومسؤولون حكوميون. الكم الهائل من ملفات الفساد منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 لم يعد ممكناً متابعته باعتراف لجنة النزاهة النيابية نظراً لحجم الأموال المسروقة والمهدورة. بداية أرحب بضيوفي في هذه الحلقة، الأستاذ شهوة القرداغي الباحث في الشأن العراقي ضيفي في الاستوديو. مرحبا بك أستاذ شهوة. مرحبا، تحياتي. وأرحب أيضا بالدكتور سعد محمد عثمان الباحث الاقتصادي الدولي. أستاذ دكتور سعد مرحبا بك. مرحبا، أهلا بك دكتور. وأرحب أيضا بالعميد الركن خليل الطائي من مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية ينضم معنا. سيادة العميد الركن مرحبا بك. إياكم الله يا أهلا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ معك أستاذ شاهو القرداغي، لعل تدخل الميليشيات في الأنشطة الاقتصادية للدولة أصبح واضحا وبشكل جلي، ما هو دور الميليشيات في إعاقة النمو الاقتصادي واستنزاف الاقتصاد العراقي؟ تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام والضيوف الكرام. حقيقة نحن في العراق بعد 2003 رأينا أن هناك ضعف واضح للدولة وقوة لعناصر اللا دولة، الميليشيات والعصابات والمافيا المنفلتة. هذه الميليشيات بعد 2014 وصل عددها إلى 160 ألف. لدينا 160 ألف ميليشيا، أعدادهم أكثر من 70 أو 80 فصيل. هذه الميليشيات تأخذ الأموال من الدولة، تأخذ رواتب من الدولة، ويحسب حسابها كجهاز أمني تابع للدولة. ولكن إضافة إلى ذلك،
هذه الميليشيات تقصد 160 عنصر 160 ألف 160 عنصر وليس 160 ألف ميليشيا لا 160 ألف عنصر عنصر ميليشيا نعم. هذه الميليشيات تأخذ الرواتب من الدولة وتأخذ الدعم المالي والمادي وسيل الأسلحة من الدولة، إضافة إلى ذلك لديها نشاطات أخرى لتوفير الموارد المالية لنشاطاتها. يعني نحن نتحدث عن وسائل إعلام عندها أكثر من 30 قناة فضائية، لديها عناصر، لديها نشاطات داخل المدن العراقية لتوفير الأموال اللازمة لهذه النشاطات، تقوم ب أنشطة غير قانونية لتوفير المال اللازم، منها تهريب النفط، منها السيطرة على المنافذ الحدودية، ولديها معابر غير رسمية، منها المكاتب الاقتصادية في المدن العراقية. عن طريق هذه الأنشطة، وكما يتحدث كتاب العنف المقدس، وخاصة هو كتاب مختص بأنشطة الميليشيات، يقول أن الميليشيات تدريجيا تتحول نشاطها إلى اقتصادي، يعني تريد أن تضمن بقائها عن طريق السيطرة على نشاطات اقتصادية للدولة، ولكن في المقابل تستنزف اقتصاد الدولة. يعني النمو الاقتصادي في العراق لن يتحقق في ظل بقاء هذه الميليشيات. نحن نرى أن الميليشيات سيطرت أو تحاول أن تسيطر أو تتغلغل في كل نشاط اقتصادي داخل الدولة حتى توفر المال اللازم لنشاطاتها الإرهابية والتخريبية داخل العراق. وحتى الأمر الأخطر، أموال العراق، أموال الميليشيات ذهبت إلى سوريا لتمويل أنشطة الميليشيات، ذهبت إلى لبنان، وبالتالي هذا النزيف المستمر، هذه السيطرة المستمرة للميليشيات وعوامل اللا دولة على الاقتصاد العراقي يسبب تعطلاً وتراجعاً كبيراً للاقتصاد، شعر به العراق بعد تراجع أسعار النفط. يعني نحن نرى أن أنشطة الميليشيات مستمرة، وفي المقابل البرلمان العراقي أجاز للحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي لتوفير رواتب. يعني الدولة أصبحت عاجزة عن توفير رواتب الموظفين بسبب عدم قدرتها على السيطرة على المنافذ الحدودية، على النفط، على باقي الأنشطة الاقتصادية. والواردات التي تدخل للحكومة لا أبالغ أنه أضعاف هذه الواردات تدخل لجيوب الميليشيات المسلحة. يعني الواردات لا تدخل، كل الواردات الدولة لا تدخل لجيب أو لخزينة الدولة، بل تدخل لجيب الأحزاب السياسية والميليشيات. وبالتالي نرى أن الحكومة تشعر بأزمة اقتصادية، بينما الميليشيات لا تشعر بهذا الأمر لأن الوارد مستمر، بينما الحكومة تعاني وتريد الاقتراض خارجيا. استمرار هذا الأمر، استمرار هذا الفساد، يعرقل النمو الاقتصادي داخل العراق، يعرقل إعادة الإعمار. نحن رأينا أن في آخر مؤتمر لإعمار العراق في الكويت تم التعهد بمساعدات للعراق بمبلغ 30 مليار دولار. إلى الآن حسب المعلومات الحكومية ليس هناك أي تشجيع من قبل هذه الأطراف لمساعدة العراق. لماذا؟ لأن الأطراف الخارجية أيضا أدركت أن الأموال حتى لو قدمت للمشاريع فإن المشاريع تسيطر عليها ميليشيات وتريد حصص منها. إذن سيطرة الميليشيات على النشاط الاقتصادي داخل الدولة تعرقل التنمية الداخلية، تعرقل جهود إعادة الإعمار، تعرقل الاستثمار الخارجي. المستثمر الخارجي لن يدخل إلى منطقة ملغومة فيها أكثر من 80 فصيل 90 فصيل وكل فصيل يعتبر نفسه هو الحاكم ولا يحسب أي حساب للفصيل الآخر. يعني الآن نحن نتعامل مع ميليشيات، كل ميليشيات تعتبر نفسها دولة داخل دولة وتريد ضمان نشاطها الاقتصادي حتى توفر موردها المالي بعيدا عن الحكومة، وهذا خطر كبير، وهذا انعكاس أو نتيجة طبيعية لغياب الدولة، غياب سلطة القانون، غياب الأحكام أو قوة الدولة، قوة الحكومة، غياب السلطة التي تستطيع أن تفرض القانون. وبالتالي انتشرت هذه الميليشيات وانتشرت نشاطاتها، وكلما حصلت أزمة مثل انهيار أسعار النفط سوف يدرك العراق مدى، يعني مدى خسارة الأموال التي تذهب لجيوب الميليشيات، ومدى كلما تأجلت مواجهة هذه الميليشيات واستعادة هذه الأموال كلما دفعنا ثمنا أكثر في المستقبل. يعني كلما كانت الفاتورة أكثر في المستقبل، وبالتالي الحكومة الآن يبدو أنها أدركت هذا الأمر ولكن بإجراءات بطيئة. نعم، سنتحدث عن الإجراءات الحكومية تجاه هذا الملف، ولكن اسمح لي أن أرحب بالدكتور سعد محمد عثمان الباحث الاقتصادي الدولي. دكتور سعد، يعني هل أصبح اقتصاد العراق، اقتصاد الدولة، عبارة عن اقتصاد ميليشيات؟ هل أصبح الاقتصاد العراقي
تحت نير الميليشيات وتحكمها واستيلائها، وخاصة فيما يخص المنافذ الحدودية التي يرى الكثير من الخبراء أن هذه المنافذ لا تقل أهمية عن واردات النفط. نعم، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام. أهلا بك. أود فقط أن ألو. نعم دكتور. نعم نسمعك، تفضل. فقط أن أشير إلى أن السياسة الضريبية هي جزء من السياسة المالية لأي دولة. والسياسة الضريبية هي أخذ موارد من التجارة الخارجية لأي دولة سواء إيراد والتصدير. وهي بالنتيجة إنفاق من الدولة على منافذ حدودية سواء برية بحرية جوية. فالدولة مثلا بنت مطارات وبنت موانئ وبنت منافذ برية، وفرت لها كل المستلزمات وكانت هي إنفاق. وبداية بعد 2003 تقريبا سقطت الدولة ونشأ اقتصاد موازي ورأس المال السلطة. فهذه الميليشيات عندما امتلكت الاقتصاد امتلكت القوة وتردد كل هذه العوائد اللي تقدر فقط من 22 منفذ اللي موجودة بحوالي 10 مليار سنويا التي تعادل نصف رواتب الموظفين. هذه طبعا تشكل 20% من اجمالي ايرادات الدوله. فبالنتيجه هذه فقط المعلنه، اما غير المعلنه عن طريق المنافذ الاخرى غير الرسميه فهي ايضا تقدر من هذه الموجب التقارير الدوليه، وهذا يشكل خطر على وجود الدوله العراقيه ومستقبلها. لان لا يمكن لدوله ان تبنى بميليشيات. إذا قلنا الميليشيات فهي عصابات، وبالنتيجة هذه العصابات تأخذ الموارد هذه وتوظيفها لأجندتها السياسية. وبالأخير أن هذه الأجندة السياسية ممثلة بأشخاص، وتشير الإحصائيات أن مجموعة من هؤلاء قد شكلوا ثروات هائلة عالميا. وهذه الموارد العراقية موجودة في تقارير أمريكية، أغلبها موجودة بشكل استثمارات متنوعة لدول مختلفة. وإذا نجي إلى الأضرار اللي تسببت في الاقتصاد العراقي، أولا دخلت إلى الاقتصاد العراقي بضائع رديئة جدا، دمرت هذه البضائع الرديئة ونفتت البنية العراقية وثم أدت إلى انهيار هيكل الإنتاج الاقتصادي العراقي بالزراعة والصناعة بسبب الاقتصاد. ثم نشرت نمط من الاستهلاك اللي هو يؤمن بالاستهلاك غير المستدام الوقتي، يعني البضاعه السيئه مثلا تشتري مبرده او ما ادري غير اي صناعه سيئه ممكن تلبي طلبك ست اشهر سنه وثم تنتهي، وبالنتيجه هذا هدر كبير للاموال. نعم. بالاضافه الى فقدان ما نسميه بالكواليتي كنترول، يعني قصه الجوده. كانت مؤسسات السابق تعني بالجوده، فدخلت الى العراق بضائع وخاصه لتمس صحه المواطنين بالادويه والاغذيه. ثم اضافه الى ذلك ان اصبح هذه المنافذ منافذ لاشاعه نمط غير موجود في العراق وهو المخدرات وغيره، وما تعود اليه قصه المخدرات من الام الصداع الى الاسر العراقيه وهدر في شبابها. ثم اصبحت منشدا ايضا للاسلحه وغيرها. نعم. ومنشدا لدخول الاجانب بدون رقيب وبدون حساب وبدون غيله. واصبحت الموارد مصدرا لهذه الميليشيات تحت ارقيه مختلفه، ربما حتى غطاء الدوله. وخلت بالميزان التجاري، بحيث ان الميزان التجاري للاقتصاد الموازي اعلى واصغر من ميزان تجاري للدولة بدون نفط. وثم امتدت هذه الميليشيات للسيطرة على النفط، بحيث ان هناك سلوك لسعر النفط العراقي اقل من الاسعار المعلنة جدا، يعني احيانا تصل الى 10 و12 و15 دولار عن طريق الباترونات اللي تروح عبر البحر والمياه الاقليمية وتسلمها الى بواخر كثيرة. نعم دكتور، ابقى معي لو سمحت سأعود إليك. إذن تحدث الدكتور سعد محمد عثمان عن كثير من النقاط طبعا
منها أن هذه المنافذ لها أهمية كبيرة في الاقتصاد العراقي، وسيطرت عليها الميليشيات، حيث أصبحت هذه المنافذ يعني تمرر الكثير من العناصر البشرية من الأجانب بشكل غير قانوني، يعني أصبحت ممرا للأسلحة أيضا وممرا للمخدرات التي تحطم المجتمع العراقي، بالإضافة إلى يعني ما تسببه من تدهور وانهيار اقتصادي عن طريق سلب إيرادات هي من حق الشعب العراقي، وتذهب هذه الإيرادات من الأموال التي تقدر بمليارات الدولارات إلى خزائن هذه الميليشيات. أرحب بالعميد الركن خليل الطائي من مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية، أرحب بك مرة أخرى سيادة العميد الركن. يعني هل هناك أطراف خارجية بالإضافة إلى الأطراف الداخلية؟ الكثير طبعا تحدث عن سيطرة الميليشيات على المنافذ الحدودية، الأمريكيون، المسؤولون الأمريكيون، الكثير من الصحف الدولية تحدثت عن هذا الأمر. يا ترى لماذا علنا يتم الحديث عن سيطرة ميليشيات موالية لإيران على المنافذ الحدودية؟ حياك الله بضيوفك الكرام اخي الكريم دكتور سمير. اهلا بك سيادة. في العراق المحتل بعد عام 2003 لدينا سلطتان، سلطة إعلامية دبلوماسية متمثلة بمن يترأس حكومة رئاسة الوزراء والتشكيلة الوزارية الذي معه، وهناك سلطة حقيقية تنفيذية متمثلة بالميليشيات ومافيات الأحزاب. في العراق اخي الكريم هنالك ثابت وهو من يحكم العراق هي منظومة ميليشياوية متكاملة، وهذه المنظومة متسيدة تتحكم بجميع المفاصل والملفات، ويتم التغافل والتغاضي عنها دوليا حتى أمريكيا، بل يتم دعمها أحيانا أقليميا من بعض الدول الأقليمية. لذلك ما جرى ويجري في العراق المحتل هو تغييرات على مستوى الشخوص، اليوم يأتون بالكاظمي قبله العبادي وهكذا. إذن من يحكم العراق هي المنظومة الميليشياوية. لذلك أخي الكريم لو أتينا للمنظومة العسكرية والأمنية سأتكلم هنا، المنظومة العسكرية المتمثلة بما يسمى برئيس أركان الجيش قبل عدة أيام سمعناه في تصريح له يعتبر الإرهابي الهالك أبو مهدي المهندس قائدا ومعلما له. إذن هذا رئيس أركان الجيش هو يسير على خطى الميليشياوي الهالك أبو مهدي المهندس، وكذلك من يستلم قيادة قوات حرس الحدود اللي هو برتبة فريق ركن، هو كان ملازم أول هارب إلى إيران ثم عاد متأملشا ليصبح فريق ركن ويستلم قيادة حرس الحدود المسؤولة عن المنافذ الحدودية. لذلك هذا الانهيار العسكري والأمني في المنظومات والمؤسسات العسكرية العراقية وظفتها إيران لغرض جعل العراق عن طريق هذه المنافذ الفضاء الآمن والممر المريح لغرض تمرير كل ما يمكن، ليس فقط الاقتصاد عن طريق الزراعة والصناعة وغيرها، بل عن أهم نقطة وهي السلاح وعناصر الحرس الثوري. وهذا السلاح ليس مقتصرا على العراق، بل العراق والميليشيات في سوريا وفي لبنان وحتى وصلت إلى الميليشيات الحوثية. لذلك إيران استفادت من العراق، وكما جاء في تقريركم اعتبرت العراق الرئة التي تتنفس منها اقتصاديا وتسليحيا، وهذه من أهم وأصعب الحالات التي يمر بها العراق. العراق اليوم بات بالنسبة لإيران الرئة الاقتصادية اللي يحتاج وتتنفس منها لديمومة بقاها وتوسيع نفوذها. والمنافذ الحدودية سواء برية أو جوية بالنسبة لإيران أصبحت الأنهار الخضراء التي تنعش من خلالها اقتصادها المتردي والمتهاوي. وفي المقابل بالنسبة لنا كعراقيين هي باتت لدينا أنهار صفراء تنقل الموت والدمار والانهيار الاقتصادي وتهشيمه وتدميره. إذن هذه المنافذ باتت بدل أن تكون هي لرفع المستوى الاقتصادي العراقي باتت هي ركن أساسي في تدمير الاقتصاد العراقي وتدمير المجتمع العراقي أيضا. اليوم
الميليشيات تصول وتجول وتتحرك. ليس فقط هنا نتكلم عن المنافذ الحدودية العشرة الرسمية، هنالك منافذ 15 منفذ غير رسمي، هنالك منفذ شمال القائم يتم نقل السلاح من العراق إلى سوريا وإلى لبنان، شمال منفذ القائم عن طريق أنفاق وغيرها، وأيضا هنالك منفذ مجاور المنفذ الرسمي في شلامكة أيضا يتم نقل السلاح، وكل هذه المنافذ خاضعة للسيطرات الميليشياوية. إذا نحن أمام تهديد كبير من جارب سوء إيران. نعم، سأعود إليك مرة أخرى سيادة العميد ركن خليل الطائي. بالعودة إليك السادة شاهو القرداغي، استمعت إلى ما تحدث به ضيفنا الكريم. يعني إيران يعني تستفيد من المنافذ الحدودية للعراق، هي ميليشيات مدعومة من إيران، بالتالي فإن إيران بالنسبة العراق بالنسبة لإيران هو الرئة الاقتصادية التي تتنفس منها بحسب وصف سيادة العميد الركن خليل الطائي. وأيضا ليست فقط الرئة التي تتنفس منها فقط، وإنما الأنهار الخضراء التي تنعش نفوذ إيران في العراق وفي المنطقة من خلال ما تدر هذه المنافذ الحدودية من مليارات الدولارات سنويا، حتى أن كثير من التقارير الحكومية تتحدث عن حجم الهدر المالي، طبعا يسمى في التقارير هو هدرا ماليا، إنما هذه الأموال هي موجودة على الأرض ولكن تذهب إلى أطراف الميليشيات، يعني قدروها بثمانية مليار دولار سنويا، يعني هذا الرقم الكبير، ويتحدث عن هذه الأرقام يعني بكل وضوح، يعني بكل باعتراف. يعني موقع المونيتور الأمريكي يقول إن الميليشيات تسيطر على المنافذ الحدودية الرسمية وغير الرسمية. هنا المنافذ الحدودية يعني كما هو معلوم هي منافذ حدودية رسمية، ولكن غير الرسمية هنا ما الذي ممكن أن تحققه للميليشيات من مكاسب؟ طبعا في بداية بعد 2003 كانت إيران هي التي تمول الميليشيات الموجودة في العراق حتى تقوم بتوفير المال اللازم والموارد اللازمة لنشاطاتها التخريبية، ولكن بعدها تعلمت هذه الميليشيات من حزب الله اللبناني ومن باقي بعض الميليشيات الأخرى أن تعتمد على نفسها لتوفير المال اللازم. هذا الاعتماد النفسي طبعا كان بمساعدة إيرانية، حتى إيران أيضا لا تخسر وتستنزف وتساعد هذه الميليشيات، علمتهم أن هم يديرون الأمور الاقتصادية والمالية عن طريق السيطرة على بعض الموارد ومنها النفط والمعابر الحدودية. لماذا المعابر الحدودية؟ لأنها يعني مركز رئيسي للإيرادات، وهي الحكومة تستطيع أن تعتمد عليها لتوفير الإيرادات بدل يعني مع النفط، يعني تساعدها لتجاوز الأزمات الاقتصادية. ولكن الميليشيات علمت أن هناك مبالغ هائلة تستطيع أن يعني تسيطر عليها عن طريق هذه المنافذ. البعض يتحدث عن أن 10% فقط من إيرادات المنافذ تدخل لخزينة الدولة، يعني 90% تدخل لخزينة أو لجيب الميليشيات الطائفية. بعض التقارير تحدثت عن أن نسبة الهدر أو نسبة ذهاب الأموال منذ 2003 حتى الآن في المعابر الحدودية تصل إلى 100 مليار دولار. 100 مليار دولار وصلت إلى جيوب الميليشيات الطائفية، وبالتالي هي لتمول نشاطاتها. هذه الميليشيات تدرك تماما أهمية المعابر الحدودية، لديها نفوذ وتواجد داخل المعابر الرسمية والمعابر الغير رسمية. طبعا لماذا أصبحت العراق فجأة مكانا للمخدرات وللمواد الفاسدة وللسلع المسرطنة؟ يعني بعض المدن وخاصة القريبة من الحدود الإيرانية أصبحت فيها يعني انتشار رهيب لمرض السرطان بدون أن يدرك أحد ما هي الأسباب، كلها نتيجة دخول أو إدخال المواد المسرطنة منتهية الصلاحية. وحتى أن هناك تقارير تؤكد أن بعض السلع يتم إدخالها كأنها سلع روسية أو سلع من دول أخرى، ولكن يكتشفون أنها سلع إيرانية. كيف تدخل؟ طبعا هو بترتيب من هذه الميليشيات، تربح ملايين الدولارات من هذه النشاطات، نشاطات إدخال المخدرات إلى العراق. العراق ليس فقط الآن مكان ل بيع المخدرات الإيرانية، بل هي مكان ترانزيت لذهاب المخدرات إلى مناطق أخرى من العراق مرورا بالعراق. يعني أصبح العراق ممرا للميليشيات، الميليشيات تدخل من إيران إلى العراق، تذهب إلى سوريا إلى لبنان. الأموال
تذهب نفس الطريقة، الأسلحة تدخل من إيران إلى العراق إلى سوريا، إذا كانت هناك دولة قانونية ودولة مؤسساتية هل تسمح بمرور المخدرات والأسلحة والميليشيات من أراضيها إلى باقي دول المنطقة؟ هل تسمح بانتشار هذا الأمر؟ طبعا لا، وبالتالي غياب الدولة وضعف الدولة سمحت للميليشيات أن تستغل هذا الضعف، وخاصة في المعابر الحدودية، وإذا لم تستطع، وطبعا تستطيع أن تقوم كل شيء عن طريق المعابر الرسمية، ولكن إذا لم تستطع هي لديها معابر غير رسمية. لو نتحدث عن موضوع القانون وغياب القانون، لماذا دائما نقول القانون هو غائب؟ لماذا نقول دائما إضعاف القانون؟ من الذي يحاول أو يريد أن يبقى القانون ضعيفا في العراق لكي يعني تستمر عجلة المكاسب من هذه العمليات، عمليات وملفات الفساد؟ طبعا الميليشيات هي نستطيع أن نقول أنها أذرع مسلحة للأحزاب، يعني نحن لماذا لا يتفق الأحزاب السياسية مرة واحدة على تحجيم الميليشيات وإنهائهم؟ لأنهم يوفرون دعما ماليا للأحزاب. أي حزب يريد أن يفض شروطه على الحزب الآخر يستخدم ميليشياته. نحن نرى يوميا أحداث قتل وأحداث اغتيالات وخطف عن طريق هذه الميليشيات. إذن هذه الأحزاب التي شكلت الديمقراطية الشكلية، نحن نرى طبعا دولة، قضاء، سلطة تشريعية، سلطة قضائية، سلطة تنفيذية، رئيس جمهورية، رئيس برلمان، الجميع يتحدث عن القانون، ونرى في الواقع سلطة الميليشيات، دولة ميليشيات نرى في الواقع، أنه لا أحد أصلا يحترم هذه الدولة الشكلية التي هم صنعوها، هذه لإقناع المواطنين أن هناك مؤسسات وهناك قانون، ولإقناع الطرف الخارجي أن هناك دولة في العراق، ولكن على أرض الواقع جميع هذه الأطراف الأحزاب السياسية يدعمون أنشطة اللادولة، يدعمون أنشطة الميليشيات، لأن مصالحهم يتحقق عن طريق هذه النشاطات الغير قانونية، وبالتالي هم يسمحون لهذا الأمر ولا يقبلون بأي خطوة لتقوية الدولة على حساب اللادولة. هذا أمر جازم، لأنه باستخدام طبعا الإيرادات التي يحصلون عليها من خلال هذه المنافذ، باستخدام تهريب النفط أيضا طبعا من أجل طبعا من أجل يعني زيادة قوته أكثر باستخدام المال والسلاح. طبعا هذه الميليشيات والأحزاب الموجودة هي لا يعني لا تعتمد على مورد واحد، وهي لديها يعني خيارات أخرى للسيطرة على الموارد المالية داخل العراق. طيب. ولذلك نرى أنها تستطيع أن تمول نشاطاتها بشكل مستمر دون أن تتوقف. واضح. أستاذ شاهو، اسمح لي فقط أن أتحول بالسؤال للدكتور سعد محمد عثمان. دكتور سعد، يعني الآن والحال هكذا، ماذا لو عادت المنافذ الحدودية إلى الشعب العراقي؟ يعني من الناحية الاقتصادية كيف تنظر إلى يعني زيادة دوران عجلة الاقتصاد في حال تمت السيطرة فعلا من قبل حكومة قادرة على وضع حد للميليشيات؟ كيف سيكون شكل الاقتصاد العراقي؟ يعني أفضل ما أتحدث بالنظريات والاقتصاد، خليني أتحدث باللغة اللي يفهمها المواطن. طيب. هل العراق بحاجة إلى البطيخ والطماطة والخيار والبصل حتى يستورد من الخارج، أو السمك؟ طيب، هذه كلها منتجات وطنية لو الحدود تم ضبطها وفرضت ضرائب على الدخول، سيكون المنتوج المحلي منافس بالهم إلى المنتوج المستورد. دكتور سعد، إذا سمحت لنا يعني فقط، هو الصوت غير واضح، سنعاود الاتصال بك يعني بعد ثواني، يا ريت لو تبقى معنا، لأن حتى يتسنى للمشاهدين الكرام سماع نظرتكم للاقتصاد وكيف سيكون وضع الاقتصاد العراقي في حال وضع حد لهذه الميليشيات. إذا سمحت لنا سنتصل بك مرة أخرى. سيادة العميد ركن خليل الطائي، بالعودة إليكم، يعني ما هي الأطراف التي تستفيد من وجود الميليشيات واستمراريتها في السيطرة على المنافذ الحدودية للعراق؟ كما هو معلوم أن العراق تم احتلاله عام 2003، وتم تشكيل الميليشيات في العراق لغايات معينة، يعني هذا يعني أن الولايات المتحدة على علم كامل
بالنفوذ الميليشياوي وسيطرته على المنافذ الحدودية، لا سيما وأننا نرى في الآونة الأخيرة الكثير من الصحف الأمريكية والمواقع الإلكترونية الرسمية الأمريكية تتحدث عن موضوع سيطرة الميليشيات على المنافذ الحدودية، وكأن هذه السيطرة هي وليدة اليوم، وليدة اللحظة. أخي الكريم، عندما جاء الاحتلال الأمريكي للعراق هو من أفضل غاياته وديمومة استمراره هو الإبقاء على حال العراق المعتل الذي لا يمكن إصلاحه. طبعا احنا عندما نتكلم لا يمكن إصلاحه إلا باجتثاث الرموز ومخلفات الاحتلالين اللي تطور من الأمريكي للأمريكي والإيراني. المستفاد من هذه اللي طبعا هي مسألة المنافذ، هي جزء من تدمير العراق. لذلك هناك استفادة داخلية واستفادة خارجية. الخارجية الرئيسية متمثلة بإيران. إيران اليوم رهنت العراق بالكامل تحت تصرفها، والمنافذ هو جزء من هذا الرهن الموجود الذي تستفاد منه لإنعاش اقتصادها، جزء من اقتصادها، والذي حاليا يعاني من تردي وتهاوي. هذا ما يتعلق بإيران. أما الجزء الداخلي، الميليشيات نعم تعطي الدولارات لإيران وتنقلها، وكثير من الصحف الأمريكية والتقارير أثبتت ذلك، لكن أيضا هنالك فساد داخلي وهي المنظومات العسكرية والأمنية. اليوم عندما نتكلم عن رئيس عسكري فاسد متأملش، هذا يعكس عقيدته وتصرفاته على نهج وسلوك منتسبي. لذلك هنالك منظومة فساد كاملة داخلية موجودة تدير هذه المنافذ. اليوم عندما يتكلم الكاظمي بتغيير وإرسال الجيش والقيادة العمليات المشتركة لغرض مسك الحدود، هذه إجراءات ترقيعية إعلامية، لأن هنالك فساد في جميع الدوائر. جميع الدوائر اليوم سعت إيران لأملشتها تحت غطاء مؤسساتي. اليوم عندما نتكلم عن الشرطة الاتحادية اللي هي وزارة الداخلية اللي هي مسؤولة عن المنافذ، جميع مراكز القضاء الإدارية والتنفيذية هي فاسدة. لذلك لا يمكن إصلاح الفساد بتغيير الشخوص هنا وهناك، وأيضا وزارة الدفاع وهكذا. والشيء الرئيسي المهم هو أنه المتسيد الرئيسي الميليشيات. اليوم أي قائد عسكري يتحرك نحو هذا الملف يتم تهديده واغتياله وتصفيته. وهذا ما حدث، وعندما تم اعتقال مجاميع الإرهابية الصاروخية في الدورة، وبعد يومين تم إطلاق سراحهم وتهديد الكاظمي رئيس السلطة الرئيسي اللي هو رئيس الوزراء من قبل عصائب الحق، من قبل الميليشيات، وأطلق سراحهم. هذا انعكاس الحالة الموجودة في العراق. إذن المنافذ الحدودية هنالك استفادات متعددة داخلية وخارجية، وأيضا استراتيجية كبيرة وهي الأمريكية التي تحاول على البقاء على الأوضاع متردية ومنهارة وقلقة. طيب. أمنيا واقتصاديا بالنسبة للعراق. ابقى معي سيادة العميد الركن، شكرا لك، ابقى معي لو سمحت، سأعود إليك مرة أخرى. دكتور سعد محمد عثمان عاد إلينا مرة أخرى. دكتور سعد، يعني لماذا يجب السيطرة أو إعادة أو استعادة السيطرة على المنافذ الحدودية، وكيف سيكون شكل الاقتصاد العراقي حينها؟ نعم، أنا يعني مع الأسف الصوت كان مو واضح. الآن واضح جدا ما شاء الله. بحد من المعقول. نعم. ألو. نعم، الصوت واضح. نعم. واضح جدا. نعم. هل من المعقول أن العراق يستورد البطيخ والخيار والطماطم والبصل وإلى آخره؟ طبعا كان السياسة مقصودة تدمير القطاع الزراعي بأسلوب هو إدخال سلع زراعية أقل سعرا من المنتوج العراقي وأقل كفاءة. ولكن إذا سيطرنا على المنافذ وفرضنا ضرائب والدولة قادرة بما تمتلكه من وسائل تجول للميليشيات، الدولة أقوى من الميليشيات يفترض بما تمتلكه بكل وسائل، من طائرات، من طائرات سمتية، من تمتلكه من دبابات، من إلى آخره، تستطيع السيطرة لفترة. ثم هذا إذا سيطرت فمعناها أن البضائع الداخلة لا تستطيع أن تنافس البضائع المنتجة محليا المعروفة بالجودة والمعروفة لأنها خالية على الأقل من هذه المواد الكيميائية وغيرها اللي تستخدم. فالقطاع الزراعي إذا انتعش سيوفر دخل مهم، كان في السابق يشكل القطاع الزراعي 20% من الناتج القومي. نجي على القطاع الصناعي.
أغلب المنتجات الداخلة في العراق هي ذات منتجات ذات عمر قصير بسبب رداءة إنتاجها ورداءة مناشئها، رغم أنها تحمل ليبلات أجنبية ولكن أغلبها منشآت إيرانية أو صينية رديئة تنتج هذا المنتج. فراح يشجع القطاع الصناعي مرة أخرى إذا سوت الدولة سياسة دعم القطاع الصناعي للعودة إلى سابق عهده على الأقل في الإنتاج الغذائي، الزيوت، المعاجين، المربيات إلى آخره إلى آخره. والقطاع الصناعي كان يوفر حوالي 17% إلى 20% من الناتج القومي. فالسيطرة على المنافذ اقتصاديا سيوفر جزء مهم من الناتج القومي اللي راح يدعم. إضافة أن الضرائب المفروضة على دخول وخروج البضائع يعني بالتجارة الخارجية تحسن الميزان التجاري صالح العراق. الآن الميزان التجاري للعراق سلبي مع جميع الدول عدا موضوع النفط. عندما يتحسن الميزان التجاري للعراق يتوفر موارد تدعم ميزانية الدولة، تستطيع هذه الميزانية على الأقل توفير المستلزمات الأساسية للشعب واللي أهمها الأجور والرواتب بكل راحة. ولذلك المنافذ الحدودية هي جزء من السياسة المالية اللي تعتمد على الضرائب والرسوم المفروضة للتجارة الخارجية. نعم، واضح وجميل جدا هذه هذا التحليل الاقتصادي الذي استمعناه، رؤية رائعة طبعا. بتعليقكم عليها أستاذ شاهو القرداغي، نريد أن نجعل مقارنة ما بين هذا الهدف الذي يعني يجب أن تسعى أي حكومة أن تنهض بواقعها الاقتصادي للوصول إلى هذا الهدف، نجعل مقارنة مع الإجراءات الحكومية في هذا الإطار. يعني وصفها السيد العميد الركن خليل الطائي أن هذه الإجراءات هي إجراءات ترقيعية إعلامية، ولكن هناك يعني تحركات حكومية بهذا الاتجاه، كيف تنظر إليه؟ وخاصة يعني كما هو معلوم أن الكاظمي لديه اعتراف مسبق بأن هناك أشباح يسيطرون على المنافذ الحدودية ويجب وضع حد لهؤلاء، ولكن لا نرى شيئا على أرض الواقع من هذا قد حدث. الكثير يتساءل يقول لماذا لم يذهب مثلا إلى معبر القائم حيث تسيطر على هذا المعبر ميليشيا حزب الله؟ يعني هذه الإجراءات يصفها البعض أنها إجراءات فيها نوع من الازدواجية في التعامل، كيف تنظر إليها بإحداثكم أو بنظرتكم بنوع من المقارنة؟ في طبعا نبدأ من الأشباح. نعم. مجرد عدم التجرؤ على ذكر هذه الأطراف التي تقوم بنشاطات غير قانونية وتسميتها بالأشباح، رغم أنه كان رئيس جهاز المخابرات وأقوى جهاز ولديه كامل المعلومات يعني لا يجهله، وبالتالي عدم تجرؤه أو تجنبه ذكر هذه الأطراف وذكره باستخدامه كلمة الأشباح يدل على أنه لا يستطيع أن يواجه هذه الأطراف كما استخدموا سابقا الطرف الثالث، والبعض العبادي كان يستخدم البعض يعني البعض. إلى الآن نبقى في موجة من يعني البعض الطرف الثالث الأشباح لا ندري من هذه الأطراف التي نتعامل معها، لماذا لا يتم ذكرهم كما يتم ذكر بعض الأطراف بأنهم إرهابيون بأسمائهم ومسمياتهم. يتم محاسبة البعض بقانون 4 إرهاب فورا وتسميتهم وتصويرهم ونشر اعترافاتهم بالإعلام، بينما بعض الآخر هم إرهابيون لديهم نشاطات إرهابية ولكن الدولة لديها ازدواجية في التعامل معهم. بلا شك أن إجراءات الكاظمي إلى الآن شبه إعلامية، يعني نحن رأينا أنه في زيارته الأخيرة لإيران بغض النظر عن كلمة سيدنا الذي استخدمه مع خامنئي وهو غير مجبور أن يستخدم هذه الكلمة لأنه يمثل العراق، رئيس وزراء العراق، إلا أنه إلى الآن الإعلام الإيراني يؤكد أن حصل اتفاق مع الطرف العراقي على رفع التبادل التجاري وهو رفع تصدير البضائع إلى العراق إلى 20 مليار، يؤكد أنه تم الاتفاق على فتح مصانع وفتح مدن صناعية وتوفير يد عامل للإيرانيين، يؤكد على كل هذا الأمر والتعاون التجاري. إلى الآن لم نسمع أي فائدة
تجارية أو اقتصادية أو سياسية للعراق من هذه الزيارة. نحن عندما نتحدث عن موضوع المنافذ الحدودية ليس مرتبطا فقط بالعراق وميليشيات العراق، طيب. هذا مرتبط بإيران. إيران تستفيد من هذه المنافذ، تنتعش من جديد. يعني نحن نرى أن لا يمكن تحقيق هذا الأمر دون مصارحة للعراق أو دون مواجهة نريد أن نفهم نقطة محددة طبعا. اسمح لي فقط أن أنتقل للأستاذ العميد الركن خليل. سيادة العميد الركن خليل طائي، يعني تحدث الدكتور سعد عن موضوع أن الحكومة بيدها كل شيء، ليس هناك شيء اسمه خوف من الميليشيات، إذا أرادت الحكومة أن تفعل شيئا فتستطيع فعله لكونها تملك من القوة ما هو يكفي، تملك الطائرات، تملك السلاح، تملك العتاد، تملك العناصر البشرية أو القوة البشرية القادرة على إحداث التغيير. يعني إلى أي مدى ترى أن الحكومة هي فعلا قادرة على ذلك من خلال وجهة نظركم؟ أخي الكريم، هذا الكلام ينطبق على الدول والحكومات صاحبة السيادة والقرار. نعم. ونحن نعرف في جميع الدول الخطط العسكرية والأمنية يتم استنباطها ووضعها وفق الاستراتيجية العامة للدولة ونظام الحكم السائد. نعم. بما أن نظام الحكم السائد السياسي الآن في العراق هو انعكاس لأوامر ورغبات نظام الشر في إيران، فعليه ستبقى الميليشيات الولائية ومافيات الأحزاب المتأسمة تفرض سيطرتها على المنافذ الحدودية، والكاظمي لم ولن يتمكن من فرض قراراته أو يغير من النظام السائد الفاسد حتى وإن كان صادقا في نواياه، وأنا أشك في هذا، والسبب لأنه لا يمتلك سيادة القرار وحرية التصرف. لذلك المنافذ الحدودية ستبقى أسيرة لثلاثية الفساد والإرهاب وتدمير الاقتصاد طالما موجود هذا النظام السياسي التابع إلى نظام ولاية الفقيه. إذن لا تغيير، والحديث عن أنه الدولة تتمكن وتستطيع لا ينطبق على العراق، لأنه العراق لا يزال محتل أمريكيا وإيرانيا سواء في الأرض أو الجو أو المنافذ أو البحر. نعم، شكرا لك سيادة العميد الركن. بالانتقال إلى الدكتور سعد. دكتور سعد، يعني حكومة لا تمتلك سيادة القرار ولا تمتلك حرية التصرف، القرار ليس بيدها ولكن بيد إيران، هكذا تحدث سيد العميد الركن خليل الطائي. دكتور سعد، من وجهة نظر اقتصادية، ما انعكاسات ذلك على المشهد العراقي في المستقبل؟ والآن العراق يمر بضائقة مالية كبيرة كما تعلمون. اولا يعني صحيح ان كل اللي تفضل الاخ العميد الركن، فعلا العراق لا يمتلك الاراده، ولكن الاراده الدوليه والاراده الشعبيه يتفقون على ازاله هذا الوضع. وتاريخيا يعني عندما توفر عوامل موضوعيه وذاتيه سواء بالكاظمي او غير الكاظمي سيحدث التغيير، سيحدث التغيير. والعراق إذا استمر بهذه التبعية فهو متجه للدمار، لأنه كما مؤشرات الآن خلال شهور من انخفاض أسعار النفط غير قادرة عن تأمين رواتب لما نعرف كم شهر. فهذا يا ترى يعني عندما يمس الموضوع لقمة العيش والجوع، يعني إلى متى ينتظر الشعب؟ ماذا ينتظر أكثر من هذا؟ فهو الهدف بالدرجة الأساسية هو أن يظل الاقتصاد العراقي اقتصاد متقلب معتمد على النفط، أي اقتصاد ريعي يعتمد على مادة أولية حتى لا يتطور هيكل إنتاجه ويعود كما كان في السابق قادر على أن ينتج مأكله وملبسه، يعني صناعة وزراعة. والاقتصادات تقاس بقدرتها على تأمين هذه الاحتياجات. الآن العراق لا يستطيع أن يوفر 1% من هذا الموضوع، فحاجة الشعب، يعني هل يتجه الشعب العراقي إلى الجوع؟ يعني حتى الصومال عندها مواد، احنا نشوف احنا بالخارج تصدر لحوم، تصدر ألبان، تصدر، ما معقولة لا يوجد للعراق أي صادرات غير النفط.
وحتى إذا تحدثنا عن التمر فمن 30 مليون نخلة إلى ما أعرف 5 إلى 6 مليون مدى 7 مليون نخلة، وما قادرين أن ينتجون تمور اللي كان العراق يشتهر بها ويغرق الأسواق حتى في أمريكا. فطبعا الآثار جدا سيئة، وربما يجب أن يصير الوعي الاعتماد على المورد الواحد، وبدون وجود صندوق للأجيال كما هو الحال في كل الدول المحترمة لمواجهة يعني حق الأجيال القادمة. ما هو حق الأجيال القادمة؟ بالنفط، والنفط هي مادة ناضبة ومتذبذبة العوائد والأسعار، يعني هي منا من رب العالمين، ولكن عندما يسوء استخدامها ستذهب هذه النعمة. والعالم الآن يتطور إلى اقتصاد ما بعد النفط، العالم الآن متجه إلى صناعات اللي كلها بالذكاء الصناعي، يعني ممكن تغير تكنولوجيا كاملة في أيام وساعات وشهور، وإحنا لا نزال في هذا التخلف وفي هذه الحلقة من حلقات التخلف. ولكن هذه الحلقة من حلقات التخلف لم تكن موجودة، إنما دخلت إلزاما بغرض تأخير الشعب العراقي لعقود وعقود، وجعله متخلف في كل شيء، في التعليم، في الصحة، في الاقتصاد، في الأمن، في السياحة، في كل مجالات. وهو هذا موضوع مؤسف جدا، مع الأسف أن اختفاء الحضارات يكون بأيدي قادة ليس لهم ولاء لبلدانهم، وتسقط هذه البلدان وتمحى من التاريخ. نعم. شكرا لك دكتور سعد محمد عثمان. في سؤال أخير أوجهه للأستاذ شهوة القرداغي. طبعا كما هو معلوم أن هناك يعني إعلاميا ربما على الأرض فعلا البعض يرى يتساءل يقول بأن بما أنه هناك صراع ما بين الولايات المتحدة والميليشيات المدعومة من إيران على أرض العراق، كما هو معلوم العراق احتل عام 2003، والعراق بلد غني فيه من النفط والموارد والمعادن الكثير، ويتساءل البعض لماذا تسمح إذن القوى الأمريكية المتمثلة بالقواعد الأمريكية أو بالنفوذ أو الوجود الأمريكي سواء كان على أرض العراق أو في سماء العراق أو عن بعد، كيف يسمح باستمرارية سيطرة الميليشيات على المنافذ الحدودية التي تدر مليارات الدولارات سنويا، في حين أن الأمر المنطقي يقول أنه البلد أي العراق فيه قواعد أمريكية، والأمريكيون هم ربما من وجهة نظر الأمريكيين أنهم أحق بهذه الإيرادات التي تسلب من الشعب العراقي. هذه الميليشيات طبعا وصلت إلى الحكم ليس فوق الدبابة الأمريكية بل خلف الدبابة الأمريكية. نعم. وطبعا المشاكل بين الميليشيات والقوات الأمريكية في العراق ظهرت بعد حدوث مشاكل بين إيران وأمريكا، لأن الميليشيات تعتبر أدوات إيرانية يتم استخدامهم، والولايات المتحدة الأمريكية تريد ضبط الميليشيات، يعني تريد مجرد أن الميليشيات لا تستهدفها ولا تكترث بالنشاطات الأخرى للميليشيات، النشاطات غير قانونية، معابر حدود، السيطرة على النفط، هذه ليست لديها مشكلة، بل المشكلة استهداف هذه الميليشيات للتواجد الأمريكي. وبالتالي من هذا نعلم أن خلال الأعوام الماضية منذ 2003 عندما كانت هذه الميليشيات تشكل نفسها وقوتها كانت تحت أنظار القوات الأمريكية، إذا كانت تستطيع أن تمنع هذا من البداية، ولكن لم تمنع ذلك. ولكن أخيرا أؤكد أن موضوع المعابر الحدودية لا تؤثر فقط على النشاط الاقتصادي بل على النشاط الأمني، إدخال الإرهابيين أيضا، تعطيل الأيادي العاملة يمنع أي منافسة صناعية أو زراعية لإيران، وبالتالي أثر سيطرة الميليشيات على المعابر الحدودية يشمل جميع المجالات الحياة للمواطن العراقي، وبالتالي كلما تأخرت سيطرة الحكومة أو الدولة أو القانون على هذه المعابر كلما زاد معاناة الشعب، وكلما خسر أكثر الدولة وتم نهبه أكثر، وكلما استفادت إيران وميليشياتها ووكلائها في العراق وفي المنطقة بأكمله. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيوفي الكرام، ضيفي في الاستوديو الأستاذ شاهو القرداغي الباحث في الشأن العراقي، جزيل الشكر، وأشكر الدكتور سعد محمد عثمان الباحث الاقتصادي الدولي، شكرا جزيلا لك دكتور سعد. وأشكر أيضا سيادة العميد الركن خليل الطائي
من مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية في بغداد. شكرا لك سيادة العميد الركن. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.